الا لسكر نبات بس تخلص تيجي تقعد معي على القمر. ايوه ان شاء الله فكرها بتقعد مع مين من كان. عم تشتغل بالمنولك ودي؟ لا عم بشتغل قاتل مأجور. وقال من هيك ما بقبل حتى اصير عضو بالجمعيه. ايه ليش لا؟ ان شاء الله يكون عجبك الكوكتيل اللي عملته. اطيب كوكتيل بدوقه بحياتي. وبالحقيقه انا دائما بحبه المتميزه عن غيري. واضح انك متميزه ومختلفه كثير. ونبقى الان مع العندليب الاشقر سمير درغان. شو الظاهر اول مره بتشرفنا؟ الحقيقه اجيت قبل هالمره كنت انا والفيلم. وقتها لمحتها قررت اجي مره ثانيه مثل ما جيت. شو الظاهر بتسافر كثير؟ هيك طبيعه شغلي. شو بدي اعمل؟ الحياه متعبه بس حلوه. انا كثير بحب الانسان مثل حضرتك، بزنس مان مكافح. وانا بحب الانسان المكافحه اللي مثل حضره جنابك. الظاهر انك بتعرفني منيح. بعرف كل شيء عنك. شو بتعرف؟ كل شيء، كل شيء بيخطر على بالي. بعرف انك انسانه حساسه ولطيفه ومثقفه وبريئه ونظيفه. شو يا الظاهر بتعرف زياده عن اللزوم. بس يبدو انه حضرتك ما بتعرفي عني شيء. يا ريت تعرفني لانه صار عندي كثير فضول اني اعرفك. طيب شو بتحبي تعرفي؟ باعتبارك انك بزنس مان معناها انت تاجر. تعجبني نباتك وذكائك. اي نوع من التجاره بتشتغل؟ كل شيء، العطور. واو، أنا كثير بحب البرفانات. والتياب. ما حدا قدي بحب التياب صراحة. والمجوهرات. غرامي من الدنيا المجوهرات. والقتل. ما سمعت عفوا؟ الموت، تجارة الموت. تجارة غريبة والله. إيه، مزبوط. بس هي متوفرة كتير، تجارة رائجة. وفي لها أساليب تكنولوجية حديثة، بكبسة زر فيك تحصلي على 15 مليون ليرة، والأهداف نبيلة طبعا. عن إذنك، طالبيني طاولة تانية. عادي، خليكي قاعدة معي، لسه ما خلصت كلامي. طيب. وعلى فكرة، ما في زبون بهالمحل كلياته حيدفع أكثر مني.
بدك تسمعيني منيح. سمعاني بالبير كامل؟ اكيد سمعاني فيه. حسيت هيك لما كنتي عم ترقصي بتتمايلي وتهني، حسيتك قديشك انسانه مثقفه ولطيفه وناعمه وموجوديه. هذا البير كامل بيصنف الجريمه لنوعين، عاطفيه وذهنيه. عاطفيه دافعها الحب مثل هيت كليف لما حاول يقتل كل الناس مشان حبيبته كاثي او كيندا، مو كثير مهم اسمها، المهم الذهنيه ما رح اشرح لك اياها، بشرح لك اياها بعدين. لكان شو رايك بالمجرمين اللي بيرتكبوا جرائم قتل تحت ستار وغطاء الثقافه والنظريات والعلاقه المصدي؟ ليلي شو رايك؟ رايي العيب فيكم يا بحبايبكم، اما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه. الله يا ست. جننت لي. يعني خلاص هيك بده الاستاذ كريم؟ طيب فكرتي وين بدك تروحي؟ شو بدك تعملي؟ بدي ادور على شي محامي تاني يقبل يخليني اتدرب عنده. صباح خير. اهلين استاذ. صباح النور. استاذ كريم، هاي الملفات كلياتها عند حضرتك، وهي مفاتيح الخزنه والدروج والارشيف. لسه في شيء ثاني ما رجعته؟ ايه. شو هو؟ انتي. عفوا استاذ. ارجعي لشغلك نادين. عن جد استاذ كريم؟ طبعا عن جد. يحيى العدل. وبتمنى بالمره الثانيه لما بتقدمي فحص بالنقابه انك ما تخبصي وما تسوي لي شيء. ولا يهمك استاذ كريم. احلى فنجانين، ثلاث فناجين قهوه حلوان خبريه. ما بعرف، من وقت اللي اجت ما حكت ولا كلمة. تفضل. ان شاء الله عجبك البيت. ما شفت البيت. ما شفتي ليش؟ لأنك حطيتني بأحلج موقف اللي حطيت فيه بحياتي. ليش شو عملت؟ ليش ما قلت لي انه بيتك مقابل بيت مدام عبلة؟ ما خطر لي، وين المشكلة؟ هلا بيفسروا وجودي معك تفسير غلط. معقول؟ ليش انت عم تعملي شيء غلط لا سمح الله؟ طبعا لا، بس شو؟ كنتي ناوية تعملي لي ديكور البيت بدون ما تخبري صافي؟ انا ما بخبي شيء على صافي. ايه بس ما قلتي له. بس يجي رح اقول له. على كيفك. أنا من ناحيتي مبسوط. مبسوط على شو؟ إنك عم تخبي الأشياء اللي بتتعلق فيني عن صافي. وهاد له معنى عندي. معنى شو؟ يعني إنك مبلشي تفكري فيني بس عم تكابري. ان شاء الله ما تعذبت على الطريق. يا ريتك كنتي معي. عم بتمنى تكوني معي بكل لحظه. ردود الفعل ممتازه. مديره الجاليري خبرتني انه الحضور غير اعتيادي، وعم بيلوموني بصراحه ليش ما جبت معي لوحات اكثر. لو بتعرف قديش محتاجه لك يا صافي. يا ريتك ما سافرت وتركتني. في كثير شغلات حابه اقول لك اياها. ما حتاخر حبيبتي، بس ارجع ما حاتركك ابدا. اشتقت لك كثير كنكون. شو هي كنكون؟ أول مرة بتناديني بهالاسم. كنكون هذا اسم الدلع تبعك من اليوم ورايح.
في كنكنه وفي دفى، وبصراحه انا هون بردان شوي، مشتاق للدفى ومشتاق لك. وانا كمان اشتقت لك، اشتقت لك كثير. بحبك. بحبك. On vous attend à la conférence de presse monsieur Safi. وي وي جريف. كنكون حبيبي انا مضطر اسكر هلا لانه عندي مؤتمر صحفي، بحكيكي بعدين. اسمعي، تمرقي على عبلة وقت اللي بتقدري بتاخذي منها مفتاح بيتي مشان تاخذي ابوك على البيت اللي عندي. انا قال لي الدكتور انه وجوده بالمستشفى ما راح يقدم ولا راح ياخر، مشان هيك خذيه على البيت اللي عندي. بس يا صاحبي كندا كندا بدون مناقشه والا بزعل. مو معقول كمان انت تضلي بالمستشفى كل وقت تاخذي المفتاح من عبلة وتاخذي ابوك على البيت اللي عندي. تتصرفي بالبيت على انه بيتك، هو اساسا راح يكون بيتك، بيتنا حبيبي. اوكي، باي باي. باي. الله معك. باي. الو ودي، وينك انت هلا؟ بأي عين بدي يروح لعند مدام عبلة بعد ما شافتني مع مطر؟ لا لازم روح واشرح له الموضوع، أكيد رح تفهمني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى زعلان مني؟ آخ، قديش تكبرتي وتجبرتي علي يا رجاء. صباح الخير. صباح الخير. ممكن ادخل؟ ايه تفضلي. تفضلي. خلال اقل من اسبوع كندا رح تنقل ابوها لبيت صافي مشان يستكمل علاجه هنيك، وهذا له اكثر من معنى. صافي رح يحاول يسترضي الاب، اما كندا فرح تعتبر هالشيء تطور ايجابي باتجاه موافقه الاب على الزواج. اما وديع فبيكون طلع برا. ومطر؟ سبق دخن سيجار. دائما في اول مره. شوف يا وديع، نحن مصالحنا مختلفة بس عدونا مشترك. أنت إذا مشيت معي للأخير رح تكسب المال والجمال، وأنا إذا مشيت معك للأخير رح أنتصر على عدوي. بس هيك؟ أنت مستقلة؟ ليش في أحلى من الانتصار؟ طيب ومستاهل هذا الانتصار تخسر مشانه 15 مليون ليرة؟ انت شو عم تحكي يا وديع؟ شو 15 مليون ليرة؟ حيال الإنسان بيراهن بكل حياته مشان لحظة انتصار. طيب فيني أعرف ليش بتكره الأستاذ صافي؟ هي بقى بحتفظ فيها لنفسي. هاي مفاتيح صافي، يمكن حكى لك عنها. مدام عبلة، صافي بالنسبة إلي قيمة كبيرة، وكلمة بحبه ما رح تكفي لحتى أثبت لك شو بيعني وجود صافي بحياتي. أنك مضطرة تثبتي لي أي شيء. يعني هذا موضوع بتحليه بينك وبينه، أنا عادة ما بتدخل بالأمور الشخصية. عم تعامليني وكأني وحدة غريبة. لا ما هيك، بس أنا يعني بالأساس ما تدخلت، ليش حتى أتدخل هلا؟ عكلا أنا حابة قبل ما أروح أشرح الموضوع اللي أجيت من شانه، حتى لو مانك مهتمة، بس أنا بهمني إني ما أنفهم غلط. الأستاذ مطر طلب مني صمم الديكور لبيته الجديد، وما كان في قدامي مجال إلا أني وافق لحتى سدد الديون اللي ترتبت علي بعد ما دفع الأستاذ مطر تكاليف علاج أبي بالمستشفى سلفاً. وكانت مفاجأة بالنسبة إلي إنه بيته مقابل بيتكم.
وين المشكلة؟ نظرتك لإلي ساعتها حسيتها تغيرت، وهذا الشيء اللي خلاني إجي وأشرح لك الموضوع، لأنك بتهميني كثير كثير. عن إذنك. المفاتيح؟ أنا ما أجيت مشان المفاتيح، بيتنا بحلب موجود ومفتوح والحمد لله. شوف يا وديع، احنا مصالحنا مختلفة بس عدونا مشترك. انت اذا مشيت معي للاخير رح تكسب المال والجمال، وانا اذا مشيت معك للاخير رح انتصر على عدوي. بس هيك؟ انت مستقلة؟ ايش في احلى من الانتصار؟ طيب ومستاهل هذا الانتصار تخسر مشانه 15 مليون ليرة؟ حيال الانسان بيراهن بكل حياته مشان لحظة انتصار. لا، ما في أحلى من الانتصار، لأنه الحياة كلياتها معركة، معركة للدفاع عن النفس، المهانه والدونية والاحتقار. القتل الرحيم يعني الجريمة الرحيمة، وإذا عقب عليها القانون بيكون العقاب رحيم، مثل الفرق بين الجناية والجنحة. لكل شيء درجات، للحب درجات، الكره درجات. يعني بدل ما يموت صافي بيموت ابو كندا، بدل الرصاصة كبسة زر، وبدل العدم 15 مليون ليرة، بدل الحياة موت، بدل الموت حياة. كندا كندا لا تسامحيني، لا تحبيني، لا تطلعي فيني، احتقريني، بس لازم امشي، امشي لقدام، وابوكي واقف بوجهي، ابوكي لازم يرتاح. كل يوم بيموت آلاف الناس، ولأسباب كثيرة، بس يا ريت كل واحد منهم صح له يموت الموت الرحيم. إذا حدا شافني راح أقول له جاي يزور أبوه ولكن ده من واجبي يزوره ويرحمه وترحم عليه. فايدة خالص. ودي كنت أنا كنت جاي أزور الوالد وأطمن عليه. تسلم، شكرا لك. مو أنا كندا، مو أنا سبعينة. بابا بابا حكيني. بابا ألو. نعمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسلم رأسك يا دكتور، أنا جاي فورا. يسلم رأسك. شكرا. والله طلعت قد يا وديع. بابا حكيني. بابا بابا، مشان الله حكيني. بابا اسمعني، مستحيل.
عصير هيك. شفتي يا استاذ بطل نورت ركنا ابوك. طولوا بالكم يا استاذ، في مشيئه رب العالمين. بعدين انا وين رحت؟ ولو كندا 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 خلينا ندخل بالسلام. ما بدي ترجع، بدي روح. ماما خدني معك، ماما خدني معك، خدني معك. كندا لا تحكي هيك، ما بدي اسمعك عم تقولي هيك كلام. اتركني، انا ما بدي اتركك. انا اسف، انا ما فيني اتركك. يا جماعة مو المفروض نطلع على حلب لنعزي كندا؟ معك حق، خلونا نحجز بالبولمان لأنه سيارتك ما خرج سفر يا زن. منروح ساعة ومنرجع بنفس اليوم. يا حرام يا كندا، هي صفت بلا أب وبلا أم. ستي ما دامت لحدا. هلأ ممكن أعرف ليش حضرتك مبرد قلبك ولا كأنه رفيقتنا صاير معها شي؟ بالعكس، بس أنا شو بيطلع بيدي سوي يعني؟ لا لي قريبة ولا لي خطيبة ولا لي مديرة. المسكينة حتى خطيبة بهيك لحظة ما نو معها. نورة لا تاكلي همها، الأستاذ مطر قام بالواجب وأكثر، يعني مديرة شو أقل منها؟ شو أستاذ ماهر؟ إذا ما كنت من العيلة وما كنت مديرة يعني مالك مستعد تقوم بالواجب؟ ما بصير تعمل شغلة هيك لله؟ ونسيت شغلي يا زن، مانو خطيبة كمان. دخيلك أنتِ. يا زن حبيبي أنا مو قصدي هيك، لا ترد عليها. بس أنا قصدي نحن شباب بنفهم غلط. أنا بنصحك أنت كمان خليك بعيد عن الموضوع. يعني رح تسافروني لحالي؟ تسلموا لي ان شاء الله. لا نورة ما رح تسافري لحالك، انا رح احجز لالي ولالك. وماهر يصطفل، انا من ناحيتي رح اعمل اللي علي. واللي بده يفهم غلط يا استاذ ماهر يصطفل. الو مرحبا نادين. ماهر كم مره قلت لك لبقى تتصل فيني؟ أنا فعلاً كنت بقرر ما أحكي معك، بس أحياناً الواحد بيضطر يحكي لما بتطرأ شغلات فجأة. مثل شو؟ أبوها لكندا عطاكي عمره. شو الحكي؟ أمتى؟ شفت الواحد بقى شلون بيضطر يحكي؟ اليوم بالنهار. يعني إذا رحت على المستشفى بلاقيها؟ ما رح تلحقي، لأنه صارت بحلب. بهالسرعة هاي؟ أنا بعرف إنه هيك شغلة بدها إجراءات كتير. مزبوط، وقت اللي بيكون الشخص عادي، بس وقت اللي بيتدخل الأستاذ مطر ما في شيء بيصعب عليه. الأستاذ مطر؟ صوري إنه طلع معه على حلب، لك ترك كل شغله وطلع يوصله على حلب. قديش هذا الإنسان عظيم، قديش هذا الإنسان نبيل وشهم. يا الله يا أستاذ مطر يا الله. على كل الأحوال إذا فكرتي تطلعي تعزيها بحلب فأنا بوصلك، لأنه الشباب بالمكتب قرروا يطلعوا على حلب يعزوها. شو رأيك؟ فكر وبحاكيك. على كل الأحوال فكري وردي لي خبر، أنا بالانتظار. باي. كندا ومطر بحلب ومرة تانية؟ ليش؟ بدي سافر وألقطه بالجرم المشهود لشوف بشو بده يتحجج هالمرة. ايه نادين، انتو امتى ناويين تطلعوا على حلب؟ بكرة. باي. مالي مصدق انت تشوف الاستاذ مطر وهو متفاجئ بجية نادين. بس يا ترى نادين شو ممكن تعمل؟ يلا بكره منتفرج وبنتسلى. الو اهلا نادين، بدك تسافري بكره على حلب؟ شو بدك تعملي بحلب؟ طيب لكان بلغية تعزينا. طيب تصبح على خير. لمين تبلغ تعزينا؟ أبوها لكندا توفى. شو هالحكي؟
سكينة، لازم خبر صافي. وليش بقى؟ كيف ليش بقى؟ أولاً لأنه أبوها لكندا، ثانياً لأنه هو كان العائق بينه وبين صافي. من كل عائلك عبلة؟ أنت مفكرة أنه أبوها هو العائق؟ لا حبيبتي، العائق ساكن هون قدامنا. لا، بهذا الموضوع صار سوء تفاهم. اليوم إجت لعندي وشرحت لي. إجت لعندك؟ إيه، الصبح. يمكن يا حرام رجعت على المستشفى لقيته متوفي. معناتها اجت مشان تاخذ المفاتيح. انا هيك فكرت. البنت كويسه كريم، وبتحب صافي كثير، بتحبه من قلبها، وما قبلت تاخذ المفاتيح. مع هذا انا جرحت مشاعرها. لحقت تقلب لك عقلك؟ ما قلبت لي عقلي، اقنعتني. مطر كان عم يدل على البيت لحتى تصمم له الديكور، ولحتى تسدد الديون اللي عليها. ديون؟ ايه، من دون ما تعرف مطر استبق الامور وراح دفع كل مصاريف المستشفى. وليش لحتى يعمل هيك اذا ما كان حاططها بباله؟ مع انها خطيبة رفيقه. ما هي لانها خطيبة رفيقه. لانها؟ مطر يا عبلة ما عم يتصرف بشكل عفوي، مطر كل شيء عم يعمله مخطط ومنظم. بس ليش؟ ما بعرف. على كل حال انا صاحي له. انت كمان عبلة لازم تديري بالك، لانه هلا صار في بيناتكم شغل، يعني مثل ما عم بيحاول يوقع بين كندا وبين صافي. لا تستبعدي ابدا انه يحاول يوقع بيناتنا. ايه، ممكن يعني يحكي عني شيء شروي غروي يعملها. ولي علي ان شاء الله. قبل العملية ما كان في شيء، كان عم بيضحك ويحكي. والعملية نجحت، مو انه ما نجحت. بس يا حصرتي، ما لحقيت هنا، فورا دخل بالغيبوبة. جيعانك يا سيد عمر. والله ما كان في احسن من جيرته. والله ما بتروح غير عنا. نحن جينا قبل لموعد العزاء حتى نشوف اذا بلازمكم شيء، لانه نحن اهل يا ست عفاف مو بس جيران. ما بدنا غير سلامتكم، طول عمركم مفضلين. انتوا ارتاحوا هلا، قدامكم الايام طويله، نحن بنرجع نجي، ما رح نترككم. كلكم ذوق يا ست انفادي. بدك تطولي بالك يا كيندا، السيد عمر خسارة كبيرة. كني هذا خطيبة لكيندا. الله يوفقك. الله معكم. الدنيا إذا خليت خربت، عشرة عمر مع هالجيران عن جد كأنهم أهل. أهل؟ ما في حدا بعوض الأهل. لا تصدقي في حدا بالدنيا بيقوم مقام الأب والأم. وأنا هلا انحرمت من الاثنين. ولو يا كيندا، وأنا إيش بكن لك؟ عمتي، عمتي يلي بحبها من كل قلبي، بس مانك لا أمي ولا أبي. مثل ما بدك. بس أنا من طرفي أنتي مثل بنتي، ولو كان عندي بنت ما كنت بحبها أكثر منك ولا بفضلها عليكي. كندا، يمكن جرحتي عمتك. بعرف، بس هي مشاعري الحقيقية وأنا ما بقدر أكذب مشاعري. هذا أروع شي فيك. أخيرا وصلنا. صحيح شباب، كيف بدنا نضل على البيت؟ لا تاكلي يما، هلا بنتصل بالأستاذ مطر وبدلنا. اسم الله صار حافظ البيت قد ما راحوا اجوا على حلب. يا أمي منك، أنت كل شي بتعمله مسخرة؟ شباب لحظة شوي، نحن رايحين ناخد بالخاطر، يعني نص ساعة ونرجع، مشان هيك ما نقولها على خير. بعدين كندا هلا بحاجة لأنه نتعاطف معها، مو لحتى نحولها لمادة لتعليقاتكم. يا حبيبي، واحد كل شي بيعمله مسخرة والتاني ما بيلقى مزح، حليها بقى. أستاذ مطر، أستاذ مطر، ليك
الو مرحبا، شلونك استاذ مطر؟ انا ماهر. استاذ نحن صرنا بحلب. عمر لكم خير. سلم عمنا. العمر لك كيف حالك؟ مرحبا استاذ. سلام لكم. مرحبا استاذ. العمر لكم ان شاء الله. سلم. مرحبا استاذ. مرحبا. اهلين. ما بتتصوري قديش زعلت لما سمعت الخبر. ان شاء الله العمر لكم. سلم عمرك. شكرا. برافو نادين. كين ده العمر إلك؟ سلم عمرك. تفضل تفضل استاذ. عذبتوا حالكم وجيتوا. ولو كنت اقل منا نحن اسفين اذا اجينا بغير وقت العزاء، بس مضطرين مشان نرجع بنفس اليوم على الشام. لا بالعكس، جايتكم بالمكفى. لو ما عندنا شغل كنت بقيت عندك كم يوم، الا اذا الاستاذ مطر بيعطيني اجازه. حتى لو الاستاذ مطر اعطاك اجازه، انت لحالك لازم تقدري الموقف. يعني أنا بدي أقول شغلة يا شباب، مو لأنه بوشه للأستاذ مطر، بس هذا الرجل بسبب نبله وشهامته ترك كل شغله بالشام وجا لهون لحلب مشان بس يوقف مع كندا. نحن ما لازم نطمع فيه أكثر من هيك، شبكون يا جماعة. ماهر معه حق، الشغل ما لازم يتعطل، ومعروف إن الأستاذ مطر ما رح أنساه طول عمري. كلياتكم غمرتوني بلطفكم، أنا منيحة لا تخافوا علي، ومشان هيك ما في داعي تعطلوا حالكم. أستاذ مطر أنا بتشكرك كثير، كفيت ووفيت. وبترجاك لبقى تعطل حالك كرمالي. يعني بدك انا نروح بلا قهوة؟ لا يا زلمة مو قصدي، يعني شو؟ مبلا مبلا كشفتي على حقيقتك. ها وهي عمتك انقذت الموقف. يا شباب انتوا شايفين المناسبة بتتحمل هضامة وخفة دم؟ ليش باللحظة اللي لازم تكون معي فيها ما بلاقيك؟ حاكيني حاكيني صافي، أنا محتاجة أسمع صوتك، بس صوتك. أي صافي، وهي هلا بحلب، يعني إذا حكيتها بتلاقيها. أنا كمان بدي أحكي معاها، بس بدي إياك تعطيني رقمها. إيه رح جيب ورقة وقلم. نمر؟ أعطيني الدفتر والقلم حبيبي. تسلموا. لمين نمر؟ نمر زميل مهني. ايه بابا بحكي لك تفاصيل. اوكي حبيبي، قد ايه الرقم؟ الو. قلبي معك كندا. صافي صافي صافي. رح اقطع سفري واجي فورا لحياتي. لا حبيبي لا،
لا تخاف أنا منيحة، بس بدي أسمع صوتك. خليك معي، حكي لي أي كلام، المهم بس أني أسمع صوتك. رح ضل معك لحتى يضيق خلقك مني. صحيح صافي، كيف عرفت؟ من عبلة. من مدام عبلة؟ ليش أمتى حكيت معها؟ أنا ما حكيت معها، هي حكت معي خصوصي لهون لحتى تخبرني. عن جد صافي؟ وأخذت رقمك مني لحتى تحاكيكي وتعزيكي. بالله عن جد؟ ولو أني زعلان منك، بس هلأ مو وقتها. من شو زعلان صافي؟ عاملة حالك ما بتعرفي؟ قالت لك؟ قالت لي. وشرحت لك ليش أنا عملت هيك؟ طبعا. قال شو؟ بيتنا مفتوح وموجود بحلب، هيك بتخجليني قدام أختي يا كندا؟ هيك قالت مدام عبلة؟ بعدين ممكن أعرف شو عملتي لها لأختي عبلة؟ شو عملت؟ ما بعرف، يمكن ساحرتيها. حبيبتك حب مو طبيعي. عن جد صافي؟ ايه نعم ستي، أنا بس أرجع بدي أحط حد لهالمهزلة، لما بصير حدا يحبك حب مو طبيعي غيري أنا. ما بتعرف قديش ريحتني بهالكلام. يعني لسه ما داق خلقك مني؟ ايه داق خلقي منك. أنا أصلاً عم كتر حكي لحتى أسليكي، مو أنت هيك بدك؟ ايه، بس خلص مش الحال. كيف يعني مش الحال؟ ما بدي كبر عليك الفاتورة. أيوة، يعني داق خلقك مني فعلاً. لا بس. بس شو؟ بجوز مدام عبلة تكون عم تتصل هلأ ويطلع التليفون مشغول. أيوة أيوة أيوة، هذا اللي كنت عامل حسابه. عبلة صارت أهم مني ما هيك؟ لا مو هيك حبيبي. امبلا امبلا، اعترفي. صافي، إذا أنا بحبها لمدام عبلة فلأن أختك. بعرف حبيبتي بعرف، بس كنت عم بمزح معك. ديري بالك على حالك، خاصة من هذا اللي اسمه مطر. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك. طيب، باي باي حبيبي. باي. نزلنا هون الأستاذ لو سمحت، هون مدبر حالنا. أكيد؟ إيه إيه، أستاذ هون مدبر حالنا. عذبناك معنا كثير، آسفين. شيخ يخليك يعني. طريقي من ناحية حالك مبسطين. تفضلوا يا شباب، الله معكم. شكرا أستاذ. شكرا على خير. شكرا. يا رجل ما حكى ولا كلمة كل الطريق، زعجناه بشي نحن؟ لا. امشي امشي، سيارتي حاطة هون فوق، بصوك أنا. يا. انزلي. ليش بدك تطلع على المكتب؟ انزلي. مزوق أكيد اللي عمل لك يا مهندس شاطر، لأنه بهيك حال.
عملت كل هالشي لأني بحبك، لأني بعبد الأرض اللي بتمشي عليها، اللي روحي على الموت بروح مشانك. المهم لا تزعل مني، المهم تضل رضيان علي. أنا عايشة بنفسك. بس هيك اخطر لك ثاني مرة يا نادين، انت شاطرة علي، بتندمي كثير. خلص ما بقى عايدة بأمري، المهم انت تكون راضية علي. ماشي، قومي غسلي وشيك، الحمام. بجوز يكون زعلان منك، بس شو يعني؟ كل شي تغير، عبده تغير وانتي كمان تغيرتي، مشان هيك لازم يصير شي جديد وتقلبوا صفحة جديدة. عبده فعلا تغير ولا بصفحة جديدة بعد ما طوى صفحة رجاء. على فكرة انتي عم تتوهمي ونسيانة شغلة كتير مهمة. شو هي؟ عبده لساته مفتكرك رجاء القديمة، رجاء اللي تكبرت وتجبرت. قصدك يعني لو بيعرف عبده قديش كنت مقضي على فراقه كانت الدنيا كلها ما وسعته. لا ما بدي يعرف. ليش؟ مو حلوه بحقي، عيب. لا لا لا، انسي الموضوع، انسي. نادين، شو بك نادين؟ خير؟ شوفي ما فيني شي، ما في شي. طيب ليش هيك وشك؟ ما في شي، حادث. حادث سيارة؟ ايه حادث سيارة بسيط، ما فيني شي. طيب بدك حبيبتي ناخدك على الدكتور؟ لا لا، شو دكتور، ابوها لكنها توفى وطلعت لحتى عزي، بالرجع عملت حادث سيارة بسيط يعني. يلا تصبحوا على خير. حرام يا كندا، إنا لله وإنا إليه لراجعون، الله يرحمه ويحسن إليه. طيب هلأ كيف بدنا نعزي؟ تصوري حملت حالها وراحت وما خبرتنا. على كل إن الله قدر ولطف، الله يرحمه. العمر إليك كندا. أنا عبلة. مدام عبلة، تليفونك هاد من أكثر الأشياء اللي عزتني. أنا كثير ممنونتك لأنك اتصلتي فيني. لو بقدر كنت اجيت لعندك، بس الظرف. معلش يا مدام عبلة، مو مشكلة، بعرف قديش انت مشغولة. ناديني يا عبلة حاف، يا ريت بس ترجعي عالشام تصيري تزوريني دائما. ايه طبعا اكيد، الي الشرف. طيب بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. واذا حابة تحكي مع صافي ابقي تعالي احكي من عندي. ان شاء الله. باي. Bye.